الفرق بين الطعمية المنفوشة اللي ريحتها حلوة اللي تشدك من على أول الشارع والطعمية طبعا اللي مكتومة الصغيرة اللي حضراتكم عارفينها، في فرق كبير ما بين دي وما بين دي. الشباب اللي زي الفل اللي قدام حضراتكم دول بيعملوها بكذا قطعية، قطعية الدوائر والصوابع والكور. قال لي السر الأول مرة ان الطعمية تطلع مكتومة بيعملوها مكتومة ليه، وليه احنا بنطلعها هنا منفوشة تطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، شايفين خضرة من جوه زي يعني مخدومة كويس. يا ترى بيعملوا الحاجات دي ازاي، وايه هو السر اللي قالوا ان بعض الناس بتعمل الطعمية بتاعتهم مكتومة وصغيرة. تعالوا مع بعض نتعرف مع الشباب الحلو ده كده، ونبدأ الحكاية بذكر الله والصلاة للحبيب النبي صلى الله الله بصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طبق الفول طبعا هو عيش الناس اللي بتحب الفول اللي بالزبدة، عليه الطحينة الخام، عليه الليمون والدقة بتاعته والحاجات الحلوة دي اللي بتتحط في الفول. بيختاروا نوع الفول البلد الحلو، بيستوي بشكل كويس، بينضرب او بيتهرس، بيضربوه في الخلاط او بيهرسوه بشكل ممتاز، تطلع الزبدة مع الطحينة مع الدقة بتاعته، الملح والتوابل بتاعته الحلوة دي اهي قدام حضراتكم، حاجات حلوة هنشوفها النهاردة وهنتعرف على كل حاجة. وبيحطوا طبعا خلي بالكم الطحينة خام. شوف كده، تعالى تعالى ونخلي شوية الفول شويه قدام، يعدوا ال 100 جنيه والله، يعدوا ال 100 جنيه والله، يعني كله طحينه، يعني طحينه خام مع زيت بس، مع زيت بس. دي على شويه الفول عشان تقطع الفول ده. اجيب لك ايه يا خام؟ اجيب لك ايه يا خام؟ كله طعميه كده. طبعا وما ننساش المسقعة موجودة طبعا مع الايه، مع البطرس المرز. هنشوف حاجات حلوة دلوقتي، وعايز اقول لحضراتكم بقى على السر. طبعا هنا الفول بيتباع بالطلب اللي بخمسة واللي بعشرة واللي بخمستاشر، الشكشوكة، المسقعة، الشيبسي، الاكل ده مفضل مع السندوتشات اللي هتشوفوها دلوقتي. تعالوا بقى نشوف الطعمية بيعملوها ازاي. هنا بيضربها في الحجر، وقبل كده اهو مضروبة فين، في المفرمة، يبقى عملها على مرتين. شايفين الكزبرة والحاجات الحلوة لونها اخضر مخدومة كويس زي ما قال، واخد الكرات واخد الخضرة واخد البصل التوم الكزبرة، تطلع بالشكل ده كده. العجينة ضربها في المفرمة الاول وبعد كده حطها في الحجر بالشكل ده كده. يبقى اذا في خطوة اولى اللي هي في المفرمة وبعد كده في الايه، في الحجر. وطبعا هنا الايه، الشيبسي بقى يطلع مقلي محطوط قدام حضرتك بالشكل ده كده، جنب منه البدنجان والسندوتشات طبعا عشق كل الناس اللي بتفطر فطار على السريع، البطرس المهروسة. خش بقى تعالى شوف السلطة وشوف المخلل، ويا سلام ساعة الصبحية كده لما تطلب بقى سندوتش فول بالبيض، يا عيني على الجمال. ايه هو السر اللي بيخليك تعمل الطعمية بالشكل ده كده يا باشا؟ قالك انا بقدمها كويس بنسبة 100%، وبضربها في المفرمة ثم الحجر. اما الناس اللي بتخلي الطعمية بتاعتها مكتومة، في سر هو قال لي عليه، ان هي بيكون محطوط عليها دقيق. ليه؟ عشان ما تشربش زيت كتير، توفر معاه عملية الزيت. ولما طبعا هو ما يزودش عليها التكلفة، يعني ما يحطش عليها خضرة كتير، ما يحطش عليها الكزبرة بتاعتها او الكرات او البصل او التوم بكسرة، يعني ما يخدمهاش، تطلع معاه مكتومة وملهاش ريحة وتطلع سيئة. اما لما يكون خدمها، بص معايا كده اهو، تفتح تلاقي الطعمية لونها حلو، وطبعا تطلع كده تقرمش طرية حلوة زي الفل. بص كده، بص اهو هنا بيقليها. اوعى تقول لي الزيت لونه متغير، الزيت لو انت لسه حطه وقالت في وش طعمية والتاني بياخد اللون ده كده، تمام، بيبقى جديد وكل حاجة، ولكن مع قلية والتانية بيطلع بالشكل ده كده. بص العجينة، تعالى شوف التشكيلة في القطعية. هنا الصوابع، ودي طبعا الايه، الاقراص اللي معتدين عليها اهو. في طلب واحد يطلب صوابع، واحد يطلب مثلا على شكل كور، واحد يطلب مثلا الاقراص بتاعته محشية، يعمل لك كل حاجة. بنحيي الشباب اللي لهم جمهور من الناس بيروحوا لهم ياكلوا عندهم، اذا محبوبين واكلهم حلو. مادام كلت لقمة حلوة وطلعت مبسوط، يبقى هم بيعملوا شغلهم صح، الفول بتاعهم ممتاز وحاجاتهم كلها حلوة. طريقة الطعمية موجودة بشكل مفصل في القناة، هسيب الفيديو في صندوق الوصف او في التعليقات، وانتظروا مني الاجمل دايما. دمتم في امان الله. شوف بقى شكل الطعمية من جوه عامل ازاي.
شويه.